هلو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده انا وصاحبي هنتكلم عن ايه الاسئله اللي انت المفروض تسالها نفسك قبل ما تيجي بولندا. انا ناوي اعمل سلسله عن فيديوهات ازاي مثلا لو انت في ثانويه او انت في اي سي تي او في اي جي تفكر ازاي تختار جامعه وازاي تسافر بره وازاي تاخد فيزا، وحتى لو عايز تحترف تلعب كوره او باسكت بول هعمل لكم فيديوهات كده. لو عجبكم الفيديو ده يا ريت تعملوا سبسكرايب ولايك. طيب، في الفيديو ده المفروض ان احنا نديكم معلومات ان لو انت فعلا السفر ده حاجة كويسة ليك ولا، عشان مش اي حد المفروض ان هو يفكر يسافر والسفر مش حلو لكل الناس. فانا ما حبيتش ان انا اطلع في الفلوج ده لوحدي عشان ما بكونش بفتي يعني، فجبت صاحبي واخوي الكبير علي. اهلا وسهلا، اهلا بيك. بس فا احنا عايزين يعني دايما في اسئلة لازم تسألها لنفسك قبل ما تقرر ان انت السفر ده هيكون مناسب ليك ولا لا. هل انت مثلا مرتاح مثلا اوريدي في مكانك في ايا كان البلد اللي انت فيها؟ انت مستقر ومظبط وضعك؟ هل انت محتاج تغيير ولا لا؟ يعني مثلا انا جيت بعد الهاي سكول على طول، علي مثلا جه كان اوريدي عامل كارير، كان اوريدي متخرج، كان عنده شغله كده، بعدين قرر ان هو يجي. فا ايه مثلا السؤال انت سألت نفسك سؤال قبل ما تيجي؟ سألت نفسك ايه؟ لا، انا كنت فاكر ان الحياة في اوروبا احسن، هي فعلا احسن، بس يعني كل اي حاجه، اي خطوه ليك انك انت عايز تموف من حته لحته هي بوزيتيف ونيجاتيف. تمام، يعني انا كنت في مصر، اهلك واصحابك وكده، بس المرتب مش حلو قوي، تمام، ما تعرفش تحوش منه، ما تعرفش تعمل حاجه زي كده. في السعوديه لما رحت الدول العربيه كنت تحوش، بس ما كانش في حريه بقى، وما في حسب فين، في السعوديه، في دبي، في حتت دي برضه مثل مثلا السعوديه تحوش، بس ما تعرفش يعني مفيش فريدم يعني، فاهم؟ ايوه، يعني انا قابلت واحده وخرجت معاها مثلا في كافيه مثلا، ممكن البيوس تي افيشن، فاهم؟ فدي حاجات نيجاتيف وحاجات بقى كتير قوي كده. وده على فكره سؤال برضو المفروض واحد يساله نفسه، هو ايه اللايف ستايل اللي هو بيحبه؟ يعني هو ممكن يكون مناسبه مثلا، او هو ايه اهدافه؟ يعني انت عايز مثلا مثلا عايز فلوس، خليك مثلا في الدول العربيه، او ممكن تهاجر مثلا، لا حتى برضه في كندا الحياه دي تقدر يبقى عليك. ممكن في الدول العربيه، الدول العربيه معظمها بالظبط يعني ممكن واحد يكون اصلا هو ما بيحبش الخروج كتير، هو اصلا كده كده هومي كاركتر، واحد بيحب يقعد في البيت، هيفرق معاه هو في دوله عربيه مثلا ولا في دوله مثلا اوروبيه ولا لا؟ يعني لا، بس مش كده يعني، زي مثلا واحد حاطط مثلا اهداف ليه ان هو مثلا عايز يعمل ثروه مثلا، عايز يعمل بيزنس او كده مثلا، فالدول العربيه حوش مثلا يعمل راس مال وبعد كده يموف في اي حته. انا اعرف مثلا ناس كتير كانت معايا في السعوديه، ناس راحت استراليا، ناس راحت امريكا، ناس جت المانيا، جت انا جيت هنا بقى حظي جه بولندا. طيب ايه تاني سؤال ممكن تساله انت مثلا كده سالت حاجه في اللايف ستايل؟ لازم يبقى لك هدف. مثلا انت جاي اوروبا تعمل ايه؟ مش جاي تعيش وخلاص، لا، لازم يبقى ليك هدف. في مثلا عايز اخد جنسيه، ارجع مثلا مصر، ارجع اروح دول عربيه. انا مش عامل اجنبي عشان مرتباتهم بره، المرتبات بتبقى مثلا الاجنبي بيبقى مرتبه اعلى ليا، لان هنا مثلا بيبقى عاملين حسابهم ان هم ليه بيدفع ضرايب وعنده مسؤوليات وكده، فدايما الاجنبي سعره اعلى. فانا مثلا التارجت بتاعي اخد الجنسيه، اخد الباسبور، وبعد كده اخدها بقى ارجع مثلا الدول العربيه، ارجع مصر، لقيت الوضع كويس اكمل، ما لقيتش ارجع يعني مثلا في اي حته في اوروبا، لان انت مواطن اوروبي ليك الحق انك تعيش او تشتغل في اي حته في اوروبا، عندك 28 دوله ولا 22 دوله مش فاكر كم عددهم. بس في يعني الاقوياء اللي هم مثلا طب المانيا، فرنسا، السويد. نفسك انك انت سي مثلا عايز الارتباط ده، مثلا انت هتيجي تيجي لوحدك ولا معاك حد؟ يعني سي مثلا عايز تيجي سنجلاوي ولا تيجي متجوز؟ ولو برضو اللغه بتاعتك ايه مثلا، عايز تيجي انت مثلا، معظم الناس عندنا بتتكلم انجليش، فعايز تيجي انت مثلا بلغتك مثلا تروح انجلترا، تروح مع امريكا، استراليا، الحاجات دي كلها تقويها وتروح، ولا مثلا عايز تدرس لغه من اول وجديد، وده بقى تشالنج اعلى كتير واصعب. طب في سؤال مثلا ممكن اي حد ممكن يساله يعني، إيه هو؟ ليه مثلا الناس هم فاكرين ليه الناس بتنجح في الغربه؟ انت تفتكر ليه؟ انا عندي راي مثلا في الموضوع ده، بس عايز اسمع منك انت الاول. والله الناس تنجح في الغربه، بص، يبقى في عدل شويه يعني، الصراحه ما فيش واسطه كتير يعني، مثلا انا شغال في شركه مالتي ناشونال، يعني مش ما فيش يعني كوسه، وما فيش كل حاجه على واحد، على بيتاسل حسب البرفورمانس بتاعه او الاداء او يعني تقييمه من مديره وكده. فانت لو انت بتشتغل كويس وناس
مديرك قاضي عنك والناس كلها بتقول عليك انك انت كويس، هتلاقي نفسك بتترقى بسرعه، بتاخد مكان. بس انا شايف ان في ممكن كوسه عندي. الكوسه دي موجوده في الدنيا كلها، بنعمل فرعنا بس بنسب هنا قليله شويه، يعني مثلا 10% 15% كده، فاهم؟ اه يعني ما بتبقاش واضحه يعني، مش على الورق يعني، ممكن لا 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 بتبقى بالتعامل يعني، ممكن ما فيهاش بجاحه يعني. الروسي مثلا في الشغل يعامله كويس، يقول له ازاي ينجح في الشغل يترقى بسرعه، فاهم؟ التركي نفس النظام كده يعني، فاهم؟ ايوه على حسب، لو في واحد من مدير مثلا في نفس جنسيته يعني او كده، يعني مثلا جايد يو، يعني مثلا يقول لك تعمل كذا وكذا عشان تتطور في الشغل وتنجح اكتر في مشروع فلاني يخش فيه، صح؟ في مثلا نشاط فلاني يقدم فيه كده يعني، فاهم؟ تولز معينة تتعلمها تبقى قوي فيها. بس طيب انت مثلا شايف لما الواحد لما بيكون في الغربة، تفتكر ان هو مثلا بيشتغل على نفسه اكتر عشان كده ممكن يكون هو ده سبب ان هو نجح؟ والله بص هنا مش الواحد لما بيسافر بتحس ان هو لما بيسافر بيبقى عليه responsibility اعلى وبيضطر ان هو يشتغل اكتر، وده ممكن يكون هو السبب ان هو نجح؟ بص انا في حاجة، في حد كان قال لي حاجة زمان بس قريتها في حتة مش فاكر ايه، كان بيقول لك الثلاثة يصنعن الرجال، الغربة والسجن وحاجه كمان بس مش فاكر، جيش ماشي ممكن الجيش، فاهم؟ فهي الغربه فعلا بتعلودك تحطك في مواقف، وده ممكن يكون سبب يعني. واحد لو ممكن يكون فكر ان هو لو عمل نفس الحاجات اللي هو عملها في الغربه ممكن هي اصلا هي السبب ان هو نجح، لو كان عملها في بلده كان ممكن، بس هو في بلده ما كانش عنده موتيفيشن يعني. في ناس تنجح والله في بلادها عادي، زي ما احنا بالظبط نعرف ناس كتير اصحابي عملوا شركات ونجحوا وشغلوا في بيزنس ونجحوا، صح. بس واحد مثلا بيقول معرفش بقى، تبقى هي كل اهواء، واحد بيحب مثلا الغربه واحد ما بيحبهاش، او واحد مثلا عايز يتعرض ل يعني فاهم تشالنج اعلى، عايز يتحط تحت بريشر، عايز يخوض تجربه مثلا كده. فناس بتحب تسافر يعني، احنا مش شجره يعني، احنا فاهم تسافر تلف الدنيا سواء سياحه شغل تجربه ترجعوا تاني، فاهم؟ في ناس بتحب الغربه وكده. طيب سؤال كمان ممكن يكون واحد بيسأله نفسه، هل انت مثلا بتحب الشعوب التانية دي ولا لا؟ يعني انت مثلا هتيجي هنا، هتيجي اوروبا، هتروح الصين، هتروح مثلا لاتين امريكا، انت مثلا حابب الحياة دي، عايز تتأقلم، عايز تعيش زيهم، ولا انت اصلا ما بتحبش تعيش غير العيشة بتاعت الكولتشر بتاعتك يعني؟ انت ده سؤال المفروض تسأله نفسك حتى لو يعني سي مثلا واحد مرتاح مع يعني ما اعرفش والله، بس معظم الناس مرتاحه من نفس اللغه نفس الكالتشر من الكلام ده. ايوه انا ما برتاحش معاهم، ليهم تغير حاجات كتير مختلفه، بس بتاقلم معاهم. في فرق بين التاقلم وانك انت ممكن تعيش وانك انت تبقى مرتاح ومبسوط انك انت عايش معاهم. لا انا مش بالعكس يعني، كل واحد في حاله والدنيا حلوه وكده. في طبعا مش الدنيا مش جنه في اي حته، بس ما في بلاد مثلا ما بيخلكش تعيش بالطريقه اللي انت عايزها. والله انا بالنسبه لي انا بحكي عن تجربتي، مش تجربة ناس ثانيه، ما اعرفش الناس لا انا قصدي يعني هنا كبلد، ممكن في بلد مثلا ممكن في اوروبا يسمح لك ان انت تعيش بالطريقه اللي انت عايزها بالشكل اللي انت عايزه، حتى لو مش كل حاجه متوفره يعني، بس تقدر. طيب انا هكمل الفيديو من هنا، بس لو حد طلع في البلكونه قول لي. فزي ما قلت يعني، انا شايف ان اي حد لازم يسال نفسه اسئله يعني، مش السفر مش حلو لكل الناس، ومش هتلاقي فيه كل اللي انت عايزه. لازم تفكر الاول اذا كان اصلا السفر ده حلو ليك ولا لا، عشان هنا مش جنه، او اي مكان ممكن تفكر تروحه هو مش جنه، هو ممكن يكون جنه لواحد وليك انت لا. لو انت مبسوط في المكان اللي انت فيه، النجاح انت ان انت تعمل تشيش تاك دي تشو بودا تاك تاك تشيش سوبر عشان انا طبعا قاعد في مكان الاطفال دلوقتي، فهم مش هيسيبوني في حالي بقى. يعني اول حاجه انت اصلا بتقابل صعوبات مش هتقابلها في بلدك، بس انت ممكن في بلدك تقابل صعوبات بنوع تاني وتكون اسهل ليك، فانت لازم تعرف انت محتاج الموضوع ده ولا لا. حلمك والنجاح، حلمك وطموحك بيكون في ما بينهم مكان، المسافه اللي ما بينهم ده هو هارد ورك، يعني انت لازم تشتغل وتتعب على نفسك عشان توصل اللي انت عايزه، مش فارق في انهي بلد. انت لازم تفكر ازاي ان انت تحقق حلم، بس السفر هو مش حلم، السفر المفروض يكون وسيله ان هو يساعدك ان انت تحقق حلمك ده، اذا كان حلمك صعب في المكان اللي انت فيه. انا مثلا واحد عايز يكون ممثل، اكيد عنده مجال واسع جدا في مصر ان هو يكون ممثل، يبقى اكيد السفر مش حاجه حلوه ليه، لان هو ممكن يحقق حاجات في مصر ما يقدرش يحققها في اوروبا او كده.
لكن انا عايز مثلا تنجح في الذره مثلا، ممكن في الذره ما يبقى مالكش مجال واسع، فساعتها ممكن السفر يفيدك فعلا. السفر هيكون فعلا بيفتح لك مجال مش موجود في بلدك او مش موجود في مكانك، تبقى عالم ذرات. بالظبط. شفت طالع براسك كامله دلوقتي. عايز تزود حاجه؟ لا مش عايز، خلاص انت جبت بزر. بس كده. فيا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وسبسكرايب، ولو الفيديو ده ينفع يفيد حد من اصحابك ابعته له. ما عجبكوش برضه اعملوا يا ريت يعني، عشان نكمل راسه في الفيديوهات الجايه. بس هو وانا هعمل لكم فيديوهات تانية ازاي تقدر تسافر، ازاي تاخد الفيزا، ايه المجالات المفتوحه في اوروبا، عشان لو انت عايز تلعب في رياضه، عايز تاخد بكالوريوس ماجستير، عايز تعمل بيزنس، افكار البيزنس اللي موجوده هنا اللي مش موجوده هناك، انت ممكن تاخد يعني اعمل فيديوهات بافكار بيزنس هنا لسه مش موجوده هناك، ممكن تعملها في البلد في بلدك، او اذا كان انت عايز تيجي تعمل بيزنس برضه هيكون في افكار البيزنس اللي موجوده هنا اللي ممكن تقدر تعملها. بس شكرا، باي.